اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التابعة لوزارة العدل، خاصة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. التي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركزا للدراسات وغيرها من المنشات الخدميه المختلفه وقد وجه السيد الرئيس بالحرص على ان يتكامل انشاء مدينه العداله مع الجهود الحاليه للتطوير الشامل لمنظومه التقاضي بالدوله خاصه من خلال تعزيز الكوادر البشريه والكفاءات الفنيه القضائيه وكذا تطوير الجانب التقني والتكنولوجي بمنظومه عمل المحاكم على مستوى الجمهوريه. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، واللواء اسلام عطيه رئيس الشركه الوطنيه للثروه السمكيه والاحياء المائيه. حيث تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمه الوطنيه لا سيما في مجال تنميه الثروه السمكيه والتي تهدف الى زياده نسب الاكتفاء الذاتي بالاضافه الى توفير المزيد من فرص العمل وذلك في اطار جهود تحقيق الامن الغذائي للمواطنين ودفع عمليه التنميه الشامله على مختلف المحاور بالدوله